باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. احنا وصلنا في دراستنا في سفر دانيال للإصحاح التاسع. الإصحاح التاسع فيه صلوة جميلة صلها دانيال، ممكن الواحد يستعين بيها ويصليها زي المزامير من كتر جمالها وروح التوبة اللي فيها. بيقول في السنة الأولى داريوس ابن حشويرش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين، في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. في الآية الأولى كلمة الذي ملك معناها أنه حد ملكه، يعني ما كانش هو الوريث الشرعي للمملكة لكن ملكه. وهنا دانيال بيذكر التاريخ بتاع القصة اللي هيحكيها علشان هترتبط بيها بعد كده توقعات أو نبوة دانيال من جهة مجيء المسيح في آخر الإصحاح، عشان تحسبها حسب الأرقام اللي قالها دانيال على السنين اللي حددها تقدر تحسب المسيح جاي إمتى. وده اللي خلى شيوخ إسرائيل والكتبة فاهمين معاد مجيء المسيح، ولما هيرودس الملك جمعهم وقال لهم أين يولد المسيح، قالوا له في بيت لحم، دي من نبوة بتاعت عهد قديم، لكن كمان كانوا متوقعين في اليومين دول عشان نبوة دانيال. في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب، هنا الكتب يقصد بها أسفار العهد القديم اللي كانت موجودة وقتها، لأن في أسفار كتبت بعد ما دانيال مات، فيبقى الأسفار اللي موجودة بين إيده. وهنا الآية دي بتوضح أن دانيال مش بس كان رجل الله يعرف مشيئة الله عن طريق الرؤى والأحلام والإعلانات، ولكن كان أيضا يعرف مشيئة الله من خلال دراسة الكتب المقدسة. دي تورينا قد إيه الإنسان فينا يجب أن يدرس الكتاب. وهنا يقول فهمت من الكتب، يعني قاعد يبحث ويدرس لغاية ما فهم. فهمت عدد السنين اللي اتكلم عنها أرميا النبي في نبوته، وقال ان كان أرميا ذكر ان بعد 70 سنة ينتهي غضب الله من جهة شعبه وينتهي خراب أورشليم. طبعا وقتها كان دانيال شيخ كبير، كبر في السن، وشايف ان لسه في سبي وهو موجود في أرض بابل، وقعد يدرس احنا يا رب هنقعد لغايه امتى بالمنظر ده، لان مفروض خلاص 70 سنة كملوا. فخاف لحسن ربنا يكون لسه غضبان على الشعب وال70 سنة يطولوا اكتر من كده، فبدا يصلي. الايه رقم 3 فوجهت وجهي الى الله السيد طالبا بالصلاه والتضرعات بالصوم والمسح والرماد، وصليت إلى رب الإله إلهي واعترفت وقلت كذا وكذا. هنا دانيال بيعلمنا الصلاة المظبوطة، مش مجرد كلام بيقوله، ولكن بيقول وجهت وجهي إلى الله. وجهي إلى الله معناها أن أنا شفت ربنا عيانا بيانا، طبعا شافه بالإيمان، هنا ما كانش رؤية يعني إلهية. وإحنا برضو لما نيجي نصلي نوجه وجهنا إلى الله، معناها بنتكلم مع شخص حاضر. وجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة وتضرعات، يبقى في طلبة وفي صلاة وفي تضرع، بالصوم والمسح والرماد. دايما الكتاب المقدس يربط ما بين الصوم والصلاة. أعظم صلاة مقبولة هي اللي فيها الإنسان يكون صايم، ودي قالها السيد المسيح
لما اتكلم عن الشيطان وقال هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. وده يفسر لينا ليه احنا بنصوم قبل التناول. يعني في ناس يسألوكم يهودا المسيح أكل جسد ودم لتلاميذه وكانوا لسه واكلين، انتوا ليه بتصوموا؟ ليه بتخترعوا؟ فالإجابة منتهى البساطة، لأن احنا تعودنا قبل ما نتناول بنصلي، بنصلي قداس، ما بنجيش من بيوتنا نتناول على طول. وعندنا تعليم من المسيح ان لما نصلي افضل نكون صايمين، عشان كده القداسات تتعمل الصبح ونكون صايمين وبنصلي وندخل نتناول، والشيطان ينزعج جدا من الصلاة والصوم والتناول. هنا ربط بين الصلاة والصيام، المسح والرماد كانت علامة من علامات التوبة والتزلل والنسك، ان الواحد بدل ما يلبس هدومه العادية يلبس مسوح زي الخيش، نوع من التقشف اللي بيه يعني بيستعطف وجه الله. والرماد انه بدل ما هو قاعد على كرسي او قاعد على سرير يقعد على الارض على الرماد. وصليت الى رب الهي واعترفت وقلت ايها الرب الاله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه، اخطأنا واثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن احكامك. هذه من اول هنا بقى الصلاة اللي بقول لكم ياريت الواحد لما يجي له مشاعر توبة يطلع دانيال 9 ويصلي الصلوة دي قدام ربنا. كلمة صليت إلى الرب إلهي كان ممكن يقول إلى الرب إلهنا، بس كلمة إلهي دي معناها في إيه؟ علاقة خصوصية جدا بيني وبين ربنا إلهي، ده الله إلهي أنا. واعترفت هنا بمعنى إن أنا أقريت بإن إحنا غلطانين، انت يا رب غضبان علينا، معك حق، معك حق، احنا غلطانين. ايها الرب الاله العظيم المهوب، المهوب جاء من المهابة يعني مخوف، حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه. هنا بنقر على ايه بقى دانيال؟ على ان انت يا رب في بيننا وبينك عهد من ايام إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن أيام موسى، في عهد إن أنت تحافظ علينا وتحمينا، وفي العهد ده مبني على الرحمة مش على الاستحقاق. حافظ العهد والرحمة، ما هو لو في استحقاق يبقى احنا مش مستحقين، لو بالعدل احنا ما نستاهلش حاجة، لكن بالرحمة جايز نلاقي لنا مدخل. فبيقول له انت يا رب حافظ العهد والرحمة. فأميل كده من قديس دانيال يقول له انت ناوي يعني تعتب على ربنا ان هو مش بينفذ العهد بتاعه، مش بيستعمل معانا الرحمة؟ يقول لا، كمل بقى، حافظ العهد والرحمة لمين؟ لمحبيه وحافظي وصاياه. يعني عايز يقول احنا الغلطانين، احنا اللي ما حبناكش واحنا اللي ما حفظناش وصاياك. لو كنا بنحبك ونحفظ وصاياك كان هيبقى العهد اللي بيننا وبينك لسه قائم، وكنا نستوجب في هذه الحالة الرحمة منك. دايما لما يكون في عقد بين اتنين، لو احد الطرفين اخلى بشروط العقد، العقد يحصل له ايه؟ ينفسخ. فبيقول له فعلا في عقد بيننا وبينك ان انت تحمينا، ومن جهتك انت حافظ العهد والرحم، ما نقدرش نلوم عليك، لكن من جهتنا كان مفروض ان نكون بنحبك ونحفظ وصاياك. ولاحظوا هنا الاول حط المحبة قبل حفظ الوصية، حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه. لان ممكن انسان يحفظ وصية الله لكن لا يوجد محبة بينه وبين الله، عامل زي ما يكون إنسان عايش في المجتمع بينفذ كل القوانين ومفيش مخالفات بيعملها، لا في شغله ولا في المرور ولا في البيت
لهد ولا بنى بدون تصريح، ما مشيش في الاتجاه المعاكس، ما وقفش في حتة ما فيهاش ركنة، ما كسرش إشارة، وفي شغله على سنجة 10 كل حاجة في ميعادها. ده بينفذ القانون، ولكن مش عشان هو بيحب الدولة ولا بيحب القانون ولا بيحب رئيس الجمهورية ولا وزير الداخلية، هو بينفذ لأن هو إنسان أخلاقي ما يحبش حد يمسك عليه غلط. ففي ناس في علاقتهم مع الله بالمنظر ده، ينفذ الوصية علشان ما يحبش إنه يتعاقب، لكن ما فيش ود بينه وبين ربنا. الحقيقة دي تبقى حاجة مش كويسة مع الله، لأن الله بالنسبة لنا ما هواش قاضي ولكنه أب، والعلاقة الأب مع أبنائه أجمل إن هي تقوم على الحب من إن هي تقوم على الخوف وتنفيذ التعليمات بروح العبيد. فالله يحفظ عهده ورحمته للناس اللي بيحبوه وحافظي وصايا. ولما حط المحبة قبل حفظ الوصايا، عايز يقول هتحبه أكتر أهم من إن أنت تحفظ وصايا، لأن اللي يحبه هيلاقي نفسه بسهولة بيحفظ الوصية، والعكس مش مظبوط. اللي مركز في الوصايا ما يقدرش عن طريق الوصية يحبه، واللي بيحبه حتى لو عن ضعف كسر الوصية في يوم من الأيام، المحبة تستر كسرة من الخطايا، محبة الله تبلع له أخطاءه وخطايا. في الآية 4 هنا بيتكلم مع الإله، زي بالضبط العنوان اللي بعت له الجواب، كاتب من برة: مرسل إلى الرب الإله العظيم المهوب. صفاته إيه؟ حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه. إيه بقى الموضوع؟ قال له: أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك وما سمعنا من عبيدك الأنبياء. احنا غلطانين. ما اجمل الفم الذي يعترف بالخطأ. على فكرة مش سهلة ان الواحد يقول انا اسف انا غلطت. دايما كلنا بنكابر انا ما غلطتش. طبعا مش مظبوط. الانسان عندما يعترف بخطأه على طول اللي قدامه يلاقي قلبه داب وقال انا ما اقدرش امسك عليه غلطتك طالما انت غلطان. فكم يكون بالنسبة لله؟ كلما وقفنا أمام الله لازم نقول له: يا رب اغفر لنا خطايانا لأننا أخطأنا. كلمة أخطأنا جاء من الخطية، وكلمة أثمنا جاء من الإث. وطبعا في فرق بين الخطية والإث. في كتير من علماء الكتاب المقدس مش عارفين يحددوه بالضبط، خصوصا في العهد القديم في ذبيحة اسمها ذبيحة الخطية وذبيحة تانية اسمها ذبيحة الإثم. لكن ممكن يقولوا ان الخطايا هي كسر الوصية عموما، والأثام هي الخطايا الموجهة لله زي التجديف والإلحاد، حاجات زي كده. أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا. التمرد من أوحش الخطايا. في سفر صمويل الأول صمويل اتكلم مع شاول الملك وقال له إن التمرد كالعرافة والعناد كالوثن والترافيم، يعني حتى التمرد والعند كأنهم عبادة أوثان. والإنسان في علاقته مع الله يجب أن يكون مطيعا مش متمردا. في ناس فيش حاجة في الدنيا عجبة، فده المتمرد. والمتمرد هو الإنسان الذي يترك الإيمان ويترك الكنيسة، فبيقول له: إحنا فعلا غلطنا، أخطأنا وأسمنا عملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك. ربنا حطت وصايا مفروض نمشي عليه، إحنا غلطنا وحدنا عنها. وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وآباءنا وكل الشعب الأرض. طبعا الله كان بيرسل الأنبياء عشان ينبه الناس لأخطائهم وخطاياهم.
وكان مفروض ان النبي من دول لما يتكلم الناس تقول فعلا احنا غلطنا ويا دار ما دخلك شر، زي بالظبط لما يونان راح لاهل نينوى وتابوا بمنادات يونان ربنا رفع غضبه. لو ما كانش اهل نينوى تابوا بمنادات يونان كان هيحل عليهم الغضب. فبني اسرائيل ده نينوى دي شعب غريب، سمعوا بسرعه واطاعوا شعب الله. يا ما جالهم انبياء، نينوى جالها نبي واحد وثلاث ايام كان الموضوع خلص، ودول انبياء كثيرين على مدى سنين كثيره وهم ما سمعوا من هؤلاء الانبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وابائنا وكل شعب الارض. يعني حتى كمان الملوك والرؤساء والاباء حادوا واخطاوا، عشان كده استوجبوا الغضب بان هم راحوا السبي وكل شعب الارض. لك يا سيد البر، اما لنا فخزي الوجوه. البر معناها ان انت يا رب اللي عملته معانا دوت معاك حق فيه، لك البر. ما اقدرش اقول لك انت غلطان كونك تقودنا من بلادنا الى السبي وتغضب علينا، لك البر، حكمك عادل. تخيلوا ان واحد في المحكمة والقاضي بيحكم عليه بالاعدام، وقف يقول يحيى العدل. طب حكم عليك بالاعدام، يقول انا فعلا مستحق. تخيلوا ان دانيال بيقول كده، انت لك البر، معناها انت عادل في احكامك واحنا نستاهل كل اللي جرارنا. لنا خزي الوجوه لاننا غلطنا، لك يا سيد البر، اما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم، زي ما هو حاصل معاك كل حق يا رب انك انت تخزينا ونقول قدام الناس لنا اله قوي ينقذنا وفي الاخر ما ينقذناش فنخزى. معاك حق يا رب ان انت ما تنصفناش او ما تنصرناش على الاعداء لان احنا نستاهل. لك يا سيد البر، اما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم، لرجال يهوذا ولسكان اورشليم ولكل اسرائيل القريبين والبعيدين في كل الاراضي التي طردتهم اليها. طبعا انتوا عارفين الفرق بين يهوذا واسرائيل، هم اساسا كان كلهم مملكه واحده ايام شاول وداود وسليمان. بعد سليمان انقسمت المملكة إلى مملكتين، مملكة شمالية اسمها إسرائيل عاصمتها السامرة ناحية دمشق، ومملكة جنوبية اسمها يهوذا وعاصمتها أورشليم. وبقى في حرب بين المملكتين بعد ما كانوا عيلة واحدة، بقى في حرب بين يهوذا وإسرائيل. بعد ما كان كلهم اسمهم بني إسرائيل أصبح 10 بس بني إسرائيل، واثنين يهوذا وبنيامين هم اللي بقوا لوحديهم. عشان كده يقول ايه، لرجال يهوذا ولسكان اورشليم دي العاصمه ولكل اسرائيل اللي جنبيهم القريبين والبعيدين في كل الاراضي التي طردتهم. يعني القريبين دول اللي هم لسه قاعدين في الارض، لان طبعا ساعه السبي ما خدوش كل الناس، سابوا بعض الضعفاء والمزارعين وبتاع ما مهتموش بيه، اخذوا الاقوياء والصناع والمهره والاذكياء عشان الملك يستفيد بيهم في مملكته. ففي ناس قريبين وفي ناس بعيدين في كل الاراضي التي طردتهم اليها من اجل خيانتهم التي خانوك اياها. احنا الغلطانين. يا سيد لنا خزي الوجوه، لملوكنا لرؤسائنا ولآبائنا، لأننا أخطأنا إليك. لرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه. يعني عايز يقول له يا رب إحنا غلطانين وتمردنا عليك، بس بنطلب العفو، مش بنطلب العفو عشان إحنا نستاهله، لكن بنطلب عشان أنت رحيم وغافر. لرب إلهنا المراحم والمغفرة، نحن لا نطلب أن نكون متبررين أمامك،
لأنك لو أخذت بالأثام يا رب، يا رب من يثبت؟ لكن من عندك المغفرة. أنت إلهنا إله المراحم والغفران، لرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه، وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء. بيكرر اعترافه بكسر الخطيه. لاحظوا هنا ان دانيال في شخصه ما شفناش عليه غلط، من انقى انبياء العهد القديم، زي يوسف الصديق كده. دانيال لم ينسب اليه خطا، ومع ذلك لما شاف ان شعبه غلطان والله بيعاقبهم، حط نفسه مع الشعب وبدا يعترف كأنه هو غلطان. إحساس جميل بالجماعة. ما قالش هم يا رب غلطانين ويستاهلوا، وهم اللي ما سمعوش كلامك ويستاهلوا، لكن كان يقول إحنا، أنا معاهم. يعني زي بالظبط أبونا على المذبح لما بيتكلم بصوت كل الشعب، ولذلك كل صلواتنا تقريبا بنصليها بصيغة الجمع، فلنشكر مش فلأشكر، لأنك سترتنا مش سترتني، كلها صيغة الجمع، وأبونا بيقدمها نيابة عن الشعب. فقال له كده: وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء. كلمة جعلها أمامنا يعني كانت قدامنا في متناول أيدينا، محدش يقدر يعتذر أنه معرفش الوصية، كانت قدامك. وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لألا يسمعوا صوتك، فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليك. يعني طبعا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى، لما موسى جابهم في أواخر حياته وقسمهم نصين على جبل جرزيم وجبل علام، وبدأوا مجموعة يقولوا البركات ومجموعة يقولوا اللعنات، وقالوا البركات اللي يمشي في الناموس ياخد بركة واللي خالف الناموس ياخد اللعن. فقال يا رب معك حق، اللي قاله موسى بيتنفذ بحذافيره. سكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا لك. في مفسرين قالوا كلمة سكبت في اللغة العبرانية اللي كتب بيها السفر بتشير إلى المعادن المنصهرة اللي بيسكبوها، يعني يجيبوا مثلا فضة أو رصاص ويسيحوه ويسكبوه، فطبعا المعدن المنصهر بيبقى إيه؟ سخن جدا، لو وقع على واحد يلسوعه. فقالوا أنت يا رب سكبت علينا غضبك زي ما يكون نار بتحرق فينا، بس انت يا رب معك حق، كل اسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لألا يسمعوا صوتك. يعني كلمة لألا دي معناه هم كانوا قصدين ان هم يحيدوا عشان مش عايزين يسمعوا صوتك، مش عايزين يمشوا صح. خد بالك، كل اسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لألا يسمعوا صوتك، مش عايزين. فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه. وقد أقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا. القضاة هم رؤساء الشعب اللي كانوا بيحكموا في القضايا، فقال دول برضو كانوا غلطانين ويستاهلوا العقوبة معانا. الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما ما لم يجرى تحت السماوات كلها كما أجري على أورشليم. يعني ما حصلش في الدنيا خراب زي اللي حصل في أورشليم. يعني حتى الناس الوثنيين عندما يغضب الله عليهم والملحدين مش هيعاقبهم زي ما بيعاقب ولاده اللي عرفوا الحق وحادوا عنه. شيء مرعب. كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا. كل هذا الشر
ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من أثامنا ونفطن بحقك. يعني بالرغم من العقوبات برضو قلبنا ما جرناش للتوبة. أحيانا إنسان يبعد عن ربنا فربنا يعاقبه عقوبة، فبدل ما يقول له يا رب أنا آسف وربنا يرفع غضبه، يستمر في الخطأ ويستمر في العناد فيزيد العقوبة. وأحيانا الإنسان لما يلاقي ربنا بيعاقبه يجدف ويقول له ربنا عمل فيه كده ليه؟ اشمعنى أنا اللي مستقصدني؟ طب يا عم شوف أنت عندك خطايا جايز ربنا بيعاقبك، يعني أنا بس اللي غلطت؟ ما كل الدنيا بتغلط. فيبقى هو بيزود غضب الله ضده لأنه مش بيقبل العقوبة ولا بيتعلم منها. فيقول ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من أثامنا ونفطن بحقك. كلمة نفطن يعني إيه؟ نفهم حقك، نرجع نعقل، لأن الخطية هي حماقة وجهل، والإنسان لما يرجع لربنا معناها بيرجع لعقله. نفطن بحقك. فللأسف بقى فسهر الرب على الشر وجلبه علينا. سهر الرب على الشر دي يعني إيه؟ يعني كان ربنا حريص انه يجيب علينا الشر. الشر هنا مش معناه الخطيه ولكن معناه الاذيه. الاذيه اللي هي جت نتيجه تشرد الشعب وتشتته وسبيه والخراب اللي حصل في اورشليم، ده يسميه كتاب مقدس شر. فسهر الرب على الشر يعني ربنا كان قاصد ببنيه مسبقه انه يعاقب هذا الشعب بحرص وجلبه علينا، لأن الرب إلهنا بار في كل أعماله، يعني معك حق، التي عملها إذ لم نسمع صوته. خلي بالكوا عمال بيعيد ويزيد في إن إحنا غلطانين وإنت معك حق. والآن بعد ما قدمنا المقدمة دي وقلنا لك إحنا نستاهل كل عقوبة، والآن أيها السيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم، قد أخطأنا وعملنا شر. بيفكر ربنا بتاريخ القديم، أنت أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوي وجعلت نفسك اسما بالمعجزات اللي عملتها فرعون وعبور البحر والمن والسلوى والصخرة اللي انفجرت منها المية، عملت لنفسك اسم، بقت كل الشعوب بتقول إله العبرانيين إله قوي. هنخسر كل اللي حصل ده؟ كل التاريخ المقدس ده يضيع عشان احنا غلطنا؟ طب لو كنا احنا غير امناء انت تبقى امين. ينفع يا رب كل التاريخ الحلو معاك يضيع عشان احنا غلطنا؟ يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك اورشليم جبل قدسك. حسب كل رحمتك مش حسب استحقاقنا، اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم. هنا برضو بيستعطف قلب ربنا بكلمة مدينتك، ما هياش غريبة عنك، دي بتاعتك انت اللي بتحامي عنها. جبل قدسك، الجبل اللي هو بتاعك. إذ لخطايانا ولأثام أبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا. كل ناس يقولوا أدي الإله مش قادر يحمي مدينته ولا يعلم شعبه التقوى والقداسة. فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته، وأضئ بوجهك على مقدسك الخرب من أجل السيد. اسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته. شوف هو عايز ايه، قال له أضئ بوجهك على مقدسك الخرب. يعني انا مش عايز اقول لك تصلح ولا تبني مدينة جديدة ولا ترجع الناس، لكن عايز وجهك بس يضيء علينا. انت انحجبت ليه؟ مش موجود ليه معانا؟ الدنيا ضلمت ليه؟ ادخل مرة تاني كمثل شمس واضيء علينا بلاهوتك العالي. وبعدين أنا في الحقيقة بشم من كلمة من أجل السيد إن في هنا إشارة للأب والابن، مش كده؟
يعني ما كان المفروض اسمع يا إلهنا من أجلك أيها السيد، لكن لما يقول اسمع يا إلهنا من أجل السيد، يبقى اسمع يا ربنا يسوع المسيح من أجل الآب، أو العكس، اسمع أيها الآب من أجل الابن. أمل أذنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وانظر خرابنا. دايما الإنسان لما يكون عايش في الخطية يحس ان ربنا مش سامعه ومش شايفه، في حواجز حجب ربنا عننا. فاحنا بمفاهيمنا نقول يا رب افتح ودانك، هو في الحقيقة فتحها، بس احنا اللي في حواجز حطينا. يا سيد بص علينا، وانا بنقول الكلام ده في التسبيحة كل يوم، يا الله ارحمنا، يا الله انظر الينا، يا الله اطلع علينا، يا الله تراءف علينا. هي الله شايف وعارف، بس احنا اللي مش حاسين. امل اذنك يا الهي واسمع، افتح عينيك وانظر. بس انا خايف لما ربنا هيميل اذنه ويسمع هيسمعني بقول ايه، كان احسن لي ما يسمعش لاني بتكلم كلام باطل. لما يفتح عينه ويبص هيشوفني بعمل ايه. انا بخاف وانا بصلي التسبيحة لما اقول له يا الله انظر الينا، هقول طب افرض بص علينا فعلا هيتبسط، مش كان احسن ما نقولهاش. يبقى لازم واحنا بنصلي الصلوة دي نبقى بنقدم توبة، يا الله انظر الينا، يلاقينا بنصلي، يا الله اسمع، يسمع بنصلي. امل اذنك يا الهي واسمع، افتح عينيك وانظر خرابنا والمدينة التي دعي اسمك عليها. مدينة الله، ينفع يا رب ان مدينة دعي اسمك عليها تبقى بالمنظر ده؟ لانه لا لاجل برنا نطرح تضرعاتنا امام وجهك، بل لاجل مراحمك العظيمة. شيء جميل، لا لأجل برنا. برنا ايه يا رب؟ احنا عملنا حاجة عدلة؟ مش عشان احنا كويسين جايين نصلي، ده احنا جايين نصلي عشان طمعانين في رحمتك. ولذلك هتلاحظوا ابونا وهو بيفتح الستر في القداس وفي العشية وباكر يقول ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل، اليسوني مس اسوس وبتير وبندوكراتور. يعني انا جاي لك بالرحمة. والمزمور يقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. بحسب الرحمة مش بحسب الاستحقاق. لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيم. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع. جميلة الآية دي، يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع. هنا كلمة اصنع معناها اعمل حاجة، اعمل حاجة، ما تسيبناش كده، عايزين نشوف تصرف منك. لا تؤخر، كفاية كفاية الزمان اللي مضى، لا تؤخر. يلا بسرعة يا رب تعيد بناء الخرب الخربانة فينا من أجل نفسك يا إلهي، مش من أجلنا، من أجل نفسك، لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. الكلمة دي جميلة على فكرة، الكنيسة بتستخدمها في الصلاة. قل يا رب على الأقل مش علشان أنا ولا الناس، عشان اسمك القدوس، من أجل اسمك القدوس الذي علينا. مش بنقول كده في ارحمنا يا الله ارحمنا وبنقول حل واغفر واصفح، من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، مش من أجل أنا. أنا يا رب لو قالوا عليا وحش ما أنا وحش، لكن أنا ده تمسيحي، أنا كاهن، لما هبقى وحش يقولوا عليا وحش ما جات فيك. فكأني بحفزه أنه يغفر لي ويحسني، مش بس يغفر يحسني. أقول له يا رب أنا في ذاتي ما استاهلش أنك تحسني، لأني أنا طين وأخلاقي وحشة وطبيعتي وحشة، لكن طب أنت ذنبك إيه؟ هيبص عليا يشوف فيها الوحاشة يقول ادي اولاد الله وادي الكنيسة وادي شعب الكنيسة،
فمش من أجلي أنا لكن من أجل اسمك القدوس، لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيتي وخطية شعب إسرائيل وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدس إلهي، وأنا متكلم بعد بالصلاة، إذا بالرجل جبرائيل، طبعا جبرائيل ده اللي هو رئيس الملائكة اللي جه بشر العذراء، هنا سماه رجل لأنه شاف قدام عينيه في منظر إنسان، هو بعيني الذي رأيته في الرؤية في الابتداء، شفته قبل كده وعارفه جبرائيل، مطارا واغفا. مطارا دي يعني ايه؟ يعني في حاجة مطيرة. واغفا كلمة عربية معناها بيرفرف أجنحته بشدة. لمسني عند وقت تقدمة المساء. طبعا تقدمة المساء انتوا عارفينها، كانوا في العهد القديم يعملوا ذبيحة ساعة المساء ويحطوها على المذبح المحرقة وفيها نار، والنار دي الوقود بتاعها هو الدهون بتاعة الخروف أو العجل، فتقعد تشعل فيها النار وتقعد مستمرة لغاية الصبح قبل ما تصفى والنار تنطفي، يكونوا حطوا ذبيحة النهار وتقعد مستمرة لغاية المساء، وبالتالي هيبقى في نار دائمة أمام الرب، إشارة إلى ذبيحة المسيح الدائمة المستمرة. بتاعة المساء بالذات هي تشير بأكثر رمزية إلى ذبيحة المسيح، لأن المسيح ذبح على الصليب وقت المساء، ودي بنقولها في ألحان الكنيسة، هذا الذي أصعد ذات ذبيحة مقبولة على الصليب على الجلجسة، فاشتمه أبوه صالح وقت المساء. فهنا الملاك جبرائيل جه لمس دانيال عند وقت تقدمة المساء، كأنه بيفكرني بمعاد ذبيحة المسيح، سوف تستجاب صلواتنا مرتبطة بذبيحة المسيح. وقت المساء بيرمز إلى انتهاء النهار، كأنه بيقول له انتهى خلاص فترة السبي والإهانة وهندخل في زمن جديد. لمسني عند وقت تقدمة المساء، كأنه اللمسة دي هتعطي دانيال قوة للفهم. جاي جبرائيل من عند الله بلمسة مقدسة يلمس بها دانيال عشان يفهم مشيئة الله. في الآية 22، وفهمني وتكلم معي وقال يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. ربنا بعتني مخصوص عشان أعلمك الفهم. الآية دي من ضمن الحاجات اللي بتبين علاقتنا مع السمائيين والملائكة ودورهم في خدمة البشر. إيه بقى؟ قال له في ابتداء تضرعك خرج الأمر. عجيب كلمة في ابتداء تضرعك، أول ما ابتدأت تتكلم ربنا أصدر أمره إنك أنت تفهم وإنه يخلص الطلبات بتاعتك. عامل زي الآية اللي بتقول ويكون فيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع، قبلما يدعون إني أجيب، قبلما يدعون إني أجيب، وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع. بس مع ذلك الملاك جالوا عند تقدمة المساء، يعني في مسافة ما بين ما ربنا سمع واستجاب وما بين ما دانيال عرف. فإحنا أحيانا بنتلهف على طلبات بتاعتنا ويكون ربنا من بدري استجاب، بس لسه إحنا ما عرفناش ولسه ما خرجتش إلى أرض الواقع. فقال له في ابتداء تضرعك خرج الأمر، وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. جميلة بقى كلمة محبوب دي. طب محبوب لمين؟ قال له أنا بحبك، أنا جبرائيل بحبك حبيب الملائكة. مش كده وبس، ده أنت محبوب عند ربنا. فقال لي روح كلم دانيال، ده صديقي وحبيبي، فأنا بحبك وربنا بيحبك، ولما كلفني بهذا الأمر أنا جيت وفرحان لأني هتقابل مع حد بحبه. إيه رأيكم لو كنا إحنا محبوبين عند الله وعند الملائكة؟ شيء جميل. فيقول له أنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. فتأمل الكلام وافهم الرؤية. الموضوع اللي كان دانيال بيصلي من أجله
ان ارميا قال بعد 70 سنة تنتهي السبي، فاحنا لسه قاعدين. فقال له لا، ده انا هقول لك بقى على حاجة مش على السبي، على مجيء المسيح. اليهود يفكرون في خلاصهم من السبي، والملاك جبرائيل بيقول لدانيال عن خلاص البشرية من سبي الشيطان. ده السبي بتاع بابل كان رمز، هو كان حقيقة تاريخية، لكن كان في نفس الوقت بيرمز إلى سبي البشرية عند الشيطان ملك بابل، لغاية ما يجي المسيح عشان يحررنا من هذا السبي بالصليب. آية 24: 70 أسبوعا قضيت على شعبك. 70 أسبوع يعني كم يوم؟ 490 يوم. هم بقى كل يوم بسنة، وده اللي حصل، أن المسيح ولد بعد 490 سنة من هذه الرؤية بالضبط. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة. خلي بالكم، قال له شعبك ومدينتك، لأن ربنا زعلان ما بقاش شعب الله ولا مدينة الله، زي حكاية المسيح لما قال بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنا قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. هل أنا بتاع ربنا ولا ربنا يقول لي أنت مش بتاعي؟ 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا. يعني ربنا هيسيبكم وفي الآخر يجي يخلص. ولكفارة الإثم، كفارة الإثم هو ربنا يسوع المسيح اللي هيبقى دمه كفارة، وليؤتى بالبر الأبدي اللي هو المسيح، ولختم الرؤية والنبوة. ختم الرؤية والنبوة يعني إيه؟ يعني تنتهي الرؤية والنبوة، لأن خلاص المسيح جه. لما يجي المسيح ما فيش احتياج لا رؤية ولا نبوة. ولمسح قدوس القدسين اللي هو المسيح، مش كده؟ فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع. هنا خروج الأمر لتجديد أورشليم اللي هو حصل بعد كده في حياة نحمية وعزرة، لما يتحسب بقى 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة. طبعا السوق والخليج إشارة إلى إعادة التعمير. وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له. كلمة ليس له يعني وهو ما يستهلش أن يتقطع. يقطع هنا بمعنى الموت بتاع المسيح. وشعب رئيس آتي يخرب المدينة والقدس وانتهاؤه بغمارة، وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها. طبعا ده حصل بالضبط 70 ميلادية بعد ما المسيح مات وقام وصعد. الرئيس اللي جه ده هو تيتوس الحاكم الروماني أو القائد الروماني، اللي جه خرب أورشليم والقدس وانتهاؤه بغمارة. غمارة معناها ايه؟ زي الغمر، مياه كثيرة يعني طوفان جاي. وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها. ومن 70 لغاية النهاردة لا تنتهي الحرب والخرب في هذه الأراضي المقدسة، صح كده؟ وإلى الأبد لغاية ما يجي المسيح. منطقة مشتعلة دائما بالحروب. ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، ده أسبوع الألام. يثبت عهدا مع كثيرين، العهد الجديد. وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة اللي هي بتاعت العهد القديم. في وسط الأسبوع يوم الخميس قدم لنا ذبيحة جديدة اللي هي جسد ودم، وبطلنا بقى الفصح القديم. وعلى جناح أرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. طبعا هنا جناح الأرجاس مخرب اللي هو تيتوس القائد الروماني، حتى يتم خراب أورشليم ويصب المقضي على المخرب. معناها الله قضى
على هذه المدينة والهيكل بالخراب، وهيسمح بأن تيتوس يهدها بالمنظر ده. شيء في منتهى العجب أن نبوة زي كده تذكر في سفر دانيال، وبعد فعلا 490 سنة تتنفذ بحذافيرها واحدة ورا التانية بالظبط. يعني لاحظوا ايه في الآية رقم 25، عدت عليكم من غير ما تسألوني، 7 أسابيع واثنان وستون أسبوعا، دول كم أسبوع؟ 69، قبل كده كان قال 70، فالأسبوع ده اللي هو اللي هي 70 سنة اللي ما بين المسيح وما بين خراب أورشليم اللي حصل في عهد تيتوس، يعني تنفذت بالحذافير بتاعتها علشان يقول ده كلمة الله